طابت أوقاتكم مشاهدي الكرام، أهلا بكم في صوت اليمن. يقول أديب اليمن الكبير الشاعر عبد الله صالح البلدوني أن من علامة عظمة كل حدث وإنسان أن تتكاثر حوله الأقاويل، وذلك بفضل ما أحدث من هزة في النفوس وفي الزمن، لأن العادي من الناس والأحداث لا يحرك فمن لأنه لا يلفت انتباها. في هذا فإن زعيم علي عبد الله صالح سيظل خالدا بقدر خلود الأرض التي تضرب في التاريخ منذ آلاف السنين، ومرت بحضارات وفترات قوة شهد لها العالم. الزعيم لم يكن شخصا عاديا، بل كان رجلا استثنائيا، جاء في ظرف تاريخي صعب وتحرك وسط عواصف كانت كفيلة بأن تقسم الوطن وتطيح به، لكن كان مثل الربان الماهر الذي يعرف كيف يتعامل مع السفينة وسط الرياح العاتية والأمواج المتلاطمة. الربان الماهر يعرف كل ترس في سفينته ويدرك أهمية كل ركن فيها ويعرف كيف يحرك الشراع فاردا إياه ليمزق به الجو ومتى يجمعه ليحافظ على حياة من معه وحياة السفينة. يدرك الربان أن السفينة لكي تمر عليه بأن يضحي بأشياء ليس من بينها السفينة ذاتها ولا من فيها، لكنه قد يؤجل بعض التحركات أو يجمد بعضها أو يتحرك سريعا للأمام ليحافظ على السفينة والركاب. هكذا كان الزعيم، لذا نقول أنه رجل عظيم سيذكره التاريخ بأحرف من نور، ومهما حاول البعض توجيه الأسهم نحوه ستبقى سيرته العطرة وتاريخه الكبير خير مدافع عنه. الرجل كان لديه قدرة على التعامل مع خصومه السياسيين بشكل محير حتى لأقرب المقربين منه. تقارير غربية وصفته بأنه يجيد التحرك جيدا ولديه القدرة على الإقناع. تقارير أخرى تحدثت عن أنه يمكنه عقد اتفاقات وصلح سريعا، ويمكنه القيام بتصعيد خلافات أو مشاحنات بنفس السرعة. ما لم تدركه تلك التقارير أن الفارق بين توقيع الاتفاق أو المشاحنات هو مصلحة الوطن. متى تطلبت مصلحة الوطن صلحا سيعقده، ومتى كان الخلاف في مصلحة الوطن سيحدث بلا أي مواربة. ليس هناك خصومة دائمة في السياسة ولا صلح دائم، فقط هي مصلحة الوطن التي تحدد اتجاه البوصلة. كان الزعيم يعني رغم ذلك كان لديه القدرة على احتواء الخصوم ولم يكن صاحب نزعة انتقامية، بالعكس التاريخ خير شاهد على أنه كان أكثر تسامحا مع أشد خصومه، وكان يمد أيديه البيضاء ليفتح صفحة جديدة لمصلحة الوطن. كثيرون حاولوا ودبروا مكائد لكنه عفى وتجاوز لأن مصلحة الوطن تطلبت ذلك. تابع التقرير التالي ومن ثم نبدأ النقاش. علي عبد الله صالح أحد أهم رموز السلام السياسي والتعايش مع الخصوم السلطويين، هكذا يصفه المحللون والمراقبون والمهتمون بالحالة اليمنية منذ زمن بعيد. فهو الرئيس الذي تمكن من غمس السياسة في قيم الحوار والتعايش والصفح والتسامح والحكمة. جاء علي عبد الله صالح إلى الرئاسة من أنقى الشرائح الشعبية ومن أكثرها إنتاجا، ليكون أول رئيس يمني يصل إلى سدة الحكم بالانتخابات والجماهير، وأول سياسي عربي قومي اتسم بموهبة سياسية نادرة تذكر بقادة عظماء حول العالم يشبههم ويشبهونه في أشياء كثيرة. فمسيرة 33 سنة في حكم شعب قبلي مسلح تؤكد شخصية فريدة للرجل يتجلى حضورها في سجايا التعايش والإخاء والبساطة. اعتمد الرئيس صالح التعايش والحوار، ولنا في أكثر من محطة في تاريخ اليمن الحديث خير شاهد، ابتداء من دوره البارز والقيادي في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية. فعلى مسار الفترة التي تلت سنوات حكمه الأولى خاض مفاوضات ناجحة بين الشطرين وتولى مهمة إطفاء حرائق الفتن والحروب بما يمتلكه من حب وشغف بالسلام والحوار والتصالح الوطني الشامل. صالح الذي خرج من بين ركام الرماد في تفجير جامع النهدين استجمع قواه ليأمر بعدم أي رد انتقامي من خصومه الذين أوغلوا في فجور خصومتهم، ليؤكد الرجل نقاء سريرته ونهجه القائم على التسامح وتغليب مصلحة الوطن.
صالح الداهية والفارس والحكيم الذي حكم بلد الحضارة والبن والبخور بكل ما يحويه من تنافر وتعقيد وتنوع في تكوينه القبلي، ولم يحكمه بالحديد والنار والكهنوت، ولم ينحرف عن المسار الجمهوري، وأسس حزبا سياسيا قويا نهجه الوسطية والاعتدال والقبول بالآخر، وسلم السلطة طوعية لحق دماء اليمنيين. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ورحب بضيفي عبر الهاتف دكتور حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحد الخصوم السياسيين أو طرف كان أحد الأطراف من أهلا بك دكتور حمزة، وبداية كيف تصف علاقة الزعيم علي عبد الله صالح بخصومه السياسيين؟ علي عبد الله صالح كان رئيس الجمهورية اليمنية، وكان رجل يتمتع بحنكة ودهاء سياسي، وهذا أمر يقوله حتى أشد الخصوم له. كان علي عبد الله صالح رئيسا للجمهورية اليمنية بغض النظر عن الخلاف والموقف السياسي منه، سواء من الشباب في 2011 أو قبل ذلك مع خصوم السياسيين، كان علي عبد الله صالح يغلب لغة الحوار برغم كل شيء، وكان يحافظ على الثوابت الوطنية برغم يعني كل الاختلافات التي حصلت وكل الصراعات التي حصلت، وهو أحد المواطنين اليمنيين الاعتياديين. لم يكن علي عبد الله صالح يقول بأنه مفضلا على الناس، ولم يكن يقول بأنه من طبقة أو من سلالة معينة، وهو يعني رجل بسيط أتى من ريف اليمن وحكم اليمن وحكم بكل التناقضات، وله ما له وعليه ما عليه، يعني بغض النظر عن هذه التجربة. أعتقد أنه يجب أن تقرأ بطريقة صحيحة وطريقة علمية، طريقة بعيدة عن التشنجات وعن العواطف، ويكون هذا التقييم قائم على يعني قراءة حقيقية للتاريخ ومآلاته التي كانت لم يكن صالح وحده فيها، بل كان هناك رجال في السياسة، هناك من كان في صفه، هناك من كان يواجهه، لكن في الأخير لم تكن الأمور لتصل إلى ما وصلت إليه في 2014 عندما قامت ميليشيات الحوثي بالانقلاب على كل ثوابت اليمن، ووصلت اليمن إلى ما وصلت إليه حاليا. طيب رحب أيضا بكاتب الصحفي فتحي بالأزرق، وفتحي طبعا عمل أمس استبيانات للجمهور في على حائطه في فيسبوك، وحول شعبية الأحزاب وإلى آخر ذلك، يعني حقيقة تفاعل كبير. دعنا نتساءل في البداية عن علاقة الزعيم عبد الله صالح بخصومه السياسيين، ما طبيعة هذه الخصومات وأين تبدأ وأين تنتهي؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أنا أمس كتبت مقالا حول ذكرى 17 من يوليو، وحرصت خلال هذه المناسبة أن نشير إلى الصورة الإيجابية التي تركها المؤتمر خلال 33 عاما من حكم المؤتمر. اختلفنا أو اتفقنا مع الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح إلا أن الفترة التي حكم فيها هذا الرجل اليمن ربما كانت الأزهى منذ اندلاع ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر. لم تكن اليمن خلال عهدها لم تعيش خلال هذه فترة رفاهية كبيرة، أو لم تكن دولة متطورة، أو لم تكن بحجم النهضة الموجودة في دول أخرى، هذا أمر لا يمكن إنكاره، لكن عامة كان الوضع فيها أكثر إيجابية، وكانت البلد مستقرة، وكان هناك جيش، وكان هناك أمن، كان هناك تعدد سياسي، كانت الأحزاب تمارس دورها السياسي، والأحزاب دخلت انتخابات 2002 ودخلت انتخابات 2006. الاتحاد الأوروبي قال في تقرير له أعتقد في عام 2006 أو 2007 أن اليمن شهدت أفضل تجربة انتخابية على مستوى الجزيرة العربية خلال تلك الفترة. كان هناك الكثير من الشهادات السياسية التي قدمها العالم تجربة الديمقراطية الوليدة في اليمن، خصوصا تجربة انتخابات المجالس المحلية. بالتالي نحن لا نستعرض تاريخ لكي نمدح هذا التاريخ أو خلافه، ولكن نحن نتحدث عن مرحلة فعلا عاشتها اليمن، وكانت أكثر استقرارا من الفترة الحالية أو حتى فترة ما قبل الصراعات الماضية. الأحزاب عملت بشكل سليم، والقيادات السياسية من كل الأحزاب شاركت بكل حرية، ولم يتم اضطهاد أي طرف سياسي
كان الحزب الاشتراكي يمارس دوره، كان الحزب الاصلاح يمارس دوره، كان كل الكيانات السياسية تمارس دورها. ولا أعتقد أنه مقارنة بالوضع الحالي يمكن مقارنة، لا وجه للمقارنة بين ما تعيشه اليمن من اضطهادات سياسية وتنكيل الأطراف السياسية وما بين ما عاشته اليمن خلال فترة حكم الرئيس صالح. هناك حالة من الديمقراطية واسعة، وهناك حالة من الاقتصادية جيدة، وهناك حالة من الاستقرار بشكل عام. دكتور حمزة، يعني الزعيم عبد الله صالح، يعني رغم أنه حزبه حاز الأغلبية في الانتخابات النيابية، إلا أنه منح المعارضة فرصة لرئاسة مجلس النواب والبرلمان عموما. يعني برأيك، هل أخطأ الزعيم عبد الله صالح في تعامله مع المعارضة خلال فترة حكمه؟ أعتقد أنه أخطأ في التعامل مع المعارضة، بالعكس هذا هو التعامل الصحيح، وهذا هو التعامل الذي يجب أن تكون عليه الدولة، وهو الصياغة التوافقية والائتلافية، ولا يكون الناس يعيشوا في صراع أو إقصاء شامل مثل ما نرى من بعض الأطراف الآن التي استحوذت على منطقة أو أخرى داخل اليمن. أنا في تصوري أن التجربة الديمقراطية لليمن برمتها كانت تجربة مهمة جدا، وعلي عبد الله صالح كان هو رائد هذه التجربة بحقيقة، هو رئيس الجمهورية اليمنية سواء اتفقوا أو اختلفوا مع خصومه السياسي. لكن الأهم في تصوري أنا هو حالة الاستقرار التي عاشتها اليمن في الفترة الماضية في فترة حكمه، وبعد أن كانت في فترة صراع طويلة، والأبعد من ذلك هو كيف أنه يعني برغم هذا كله، برغم المنعطفات الكبيرة سواء بعد الوحدة وحرب 94 بالإضافة إلى يعني الحوثيين وظهور حركة الحوثية، بالإضافة إلى صعود تنظيم القاعدة، هذه التحديات الأمنية والعسكرية كلها، بالإضافة إلى ثورة الشباب في 2011، وكيف أنه لم يقبل أن يذهب الأمر نحو يعني الهاوية، ورفض وأصر على أن يذهب الدرس نحو تسوية سياسية شاملة، وكانت المبادرة الخليجية، وكيف أن الناس ذهبوا نحو صناديق الاقتراع لاتخاذ الرئيس عبد الله بن منصور هادي، وكيف أن الناس استطاعوا أن يضعوا لبنات سياسية واضحة، ولا يذهب الناس نحو الفوضى ونحو الصراع، والذي طبعا برمته أنجز مؤتمر الحوار الوطني وأنجز المرحلة الانتقالية التي عصف بها الحوثيين وانقلب عليها وأوصلنا إلى ما وصلنا إليه. لذلك أنا في تصوري أن هذا الحرص على الخروج من الأزمات كان دائما حرص يقوم على المبدأ السياسي، وأنا في تصوري أنه كان الأصح والذي يجب أن يعمل عليه دائما، ما يحاول أن يفرضه الحوثيين الآن من ثقافة العنف وثقافة فرض الأمر الواقع بالقوة وبالقتال. أنا أتصور أنه انقلاب على ما عاشه اليمنيين وعلى ما أراده اليمنيين وعلى ما نفذه اليمنيين كبان فترة الرئيس صالح الرئيس الشهيد صالح، أو في الفترة الحالية التي نريد نحن أن نقول أننا لا نريد الحرب ونريد السلام، بيننا نحن نعيش أمام جماعة متطرفة. لا يزال دكتور، لا يزال البعض يعني ينتقد سياسة الزعيم صالح في حين أنه لم يقدم شيء. أنا في تصوري أنه ليس المشكلة في انتقاد تجربة عبد الله صالح، المشكلة أن هناك من أراد أن يقتل صالح بعد مقتله، أن يقتل صالح بعد استشهاده. أولئك الذين لا يريدون أن نحارب الحوثي، يريدون أن يبقى الرئيس صالح رحمة الله عليه، الذي نحن اختلفنا معه وانتقدناه كثيرا، وأنت تعرف عزيزي عبد الولي الجميع يعلم وتابع وراء، لكن من يريد أن يستهدف صالح بعد موته وكأنه يريد أن يقول أن المعركة كانت مع علي عبد الله صالح وهو عدونا الوحيد، والحقيقة تقول أن لا عدو إلا الحوثي، وأن الحوثي هذا لا يقبل أي شراكة. الحوثي لم يقبل مؤتمر الشعب العام، ظل في صنعاء بعد 2014، وأنت كنت أحد من تواجدوا في صنعاء وظليت في حالة صراع دائمة، لكن هذه الجماعة لا تؤمن بالشراكة ولا تؤمن بالعقل. هذه الجماعة أبسط ما قامت به يعني أبسط ما قامت به أنها قتلت من حاول أن يصنع منها جماعة سياسية، من حاول أن يرشدها ويجعلها عاقلة، لكنها في الأخير عصفت به وغدرت فيه وقتلت في قلب صنعاء. نعم فتحي، يعني خلال فترة حكم الزعيم عبد الله صالح، إذا ما أخذناها فقط من بعد الوحدة، و يعني الحديث عن بلد كانت تعمل بنظامين إلى حد ما متنافرين، يعني كان فيها نوع من الصعوبة في القيادة، كان هناك أيضا نوع من المجازفات في بعض القرارات، كان هناك نوع من أيضا فروقات اجتماعية كذا. إلى أي حد يعني استطاع الزعيم صالح أنه يعني يستوعب متطلبات تلك المرحلة؟ المتفق عليه أن اليمن بلد صعبة من ناحية التضاريس ومن ناحية العدد والتقاليد ومن ناحية الكيانات السياسية المتعددة والأقطاب المختلفة.
جنوب اليمن عاش حالة من الصراعات الطويلة حتى العام 1990، أيضا شمال اليمن عاش حالة من الصراعات حتى تولى الرئيس الشهيد علي عبد الصالح الحكم في عام 1978 على ما أعتقد. 78 نعم. أعتقد الفترة اللاحقة التي حكم فيها علي عبد الصالح الشمال اتسمت بحالة من الاستقرار والمصالحة السياسية بين كافة الأطراف. علي عبد الصالح منذ ربما تولى الحكم في 1990 على مستوى اليمن نجح إلى حد كبير في تسييد الصراعات باستثناء حرب 1994 التي للأسف الشديد كانت خطأ تشارك فيه الجميع، لكن فيما بعد بعد 94 شهدت اليمن، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، شهدت اليمن على المستوى السياسي حالة من الاستقرار السياسي باستثناء معاناة القضية الجنوبية التي كانت للأسف الشديد حقيقة قاصرة، لكن على المستوى العام كان الوضع السياسي صعب ومعقد بطبيعة اليمن، لكن اليمن فعلا خلال فترة حكم الرئيس علي عبد الصالح شهدت إلى حد كبير حالة من الاستقرار السياسي، شهدت حالة من المصالحة السياسية بين الأطراف السياسية المختلفة بين الأحزاب. خلال الفترة اللاحقة شاركت فعلا الأحزاب السياسية في أكبر عملية انتخابات ديمقراطية شهدتها اليمن خلال فترة حكم الرئيس علي عبد الصالح. ربما إلى حد كبير نستطيع أن نقول أن اليمن قطعت مسارا كبيرا في مجال الديمقراطية والانتخابات الحرة والمجالس المحلية ومجالس النواب على مستويات كثيرة. شاركت كل المحافظات، شاركت كل الكيانات السياسية القبلية والعسكرية والأمنية والمشايخ والأعيان وحتى المهمشين وحتى الطبقات الأخرى، مشارك المجتمع اليمني في العملية السياسية بشكل كامل. لا أستطيع أن أقول أنها ككل يعني كانت تجربة رائدة أو خير، لا، لكن هي كانت الأفضل بالنسبة للمرحلة السابقة ما قبل حكم الرئيس علي عبد الصالح والمرحلة اللاحقة التي لحقت مع حرب 2015 وخلافه. من يعيش اليوم ويعيش الوضع في اليمن يدرك أنه المرحلة التي عشناها إلى حد كبير كانت مرحلة إيجابية رغم بعض الأخطاء التي حصلت في طيب. الحرب. من خرجوا ضد الزعيم صالح لماذا لا يخرجوا اليوم؟ هناك يعني إلى حد تتفق مع مقولة أنه لأنهم يثقون بأنه صالح يميل إلى السلمية وإلى آخر ذلك، هل تتفق؟ لا ما سمعت سؤال. يعني من خرجوا بالأمس ضد صالح لم يخرجوا اليوم ضد الحوثي، والسبب أنه صالح كان متسامح. شوف يا عبد الولي، أنا أمس في مقالي قلت جزئية أعتقد أنها مهمة وحقيقية. على عبد الصالح كان يملك قدرة قمع المعتصمين في ساحة التغيير وإبادة العشرات ثم حكم الناس بالقوة العسكرية الموجودة، لن أقول لعشر سنوات ولا لعشرين سنة وربما لثلاثين إلى أربعين سنة قادمة، لكنه للأسف الشديد وأقول هذا كله أسف، نعم للأسف الشديد جنح إلى السلم وسلم السلطة، وبالتالي حدثت المأساة الكبيرة من ضياع الدولة وتفككها ومن ثم سيطرة الحوثيين عليها. لو أن علي عبد الصالح انتهج نهج القوة المسلحة لكان حاكم حتى اليوم، لكن هو سلم السلطة وكان لا يزال قادر على الحكم، كان قادر على استقرار في السلطة، وبالتالي قدم درس وطني جميل أثبت فيه أنه في عز قوته في عز حضوره السياسي والعسكري سلم السلطة السلمية على أمل أن تتوارث الأجيال الأخرى والكيانات السياسية الأخرى تبادل السلطة بشكل سلمي. لكن للأسف الشديد تم الانقلاب على الدولة في 2015 ولا زلنا حتى اليوم نعاني من نفس مشكلة انقلابات على السلطة. طيب دعني هنا أسأل دكتور حمزة، وحمزة طبعا من أقوى الأصوات في سواء في معارضة الزعيم أو نظام الحكم المؤتمر، وأيضا من أشجع الأصوات أيضا في الإقرار بأنه كان هناك أخطاء. اليوم أريد منك تعليق واضح وكما عهدتك بصراحة، يعني هل كان يجب أن يكون التعامل بخلاف ما تم؟ هل
هل يعني اليوم لا أحد يخرج ضد الحوثي، لكن بالأمس كان الجميع يخرج وهو على ثقة بأنه صالح لن يؤذيهم، لا ومع ذلك لم ينجو من سهامهم. حمزة سمعني؟ طيب أعود لك فتحي، و يعني مسألة أنه شخص يحكم بلد مثل اليمن 33 سنة هي ليست يعني كما يحاول البعض تصويرها فقط أنه من جانب دكتاتوري أو شيء من هذا القبيل. من الذي يستطيع أن يحكم اليمن طيلة هذه الفترة بأي وسيلة يريدها؟ بالتضليل أو بالترغيب أو بالترهيب أو بأي وسيلة؟ يعني ألا تعتقد أنه أيضا هذه تدل على ميزات معينة في القدرة السياسية وإدارة الشؤون البلد؟ حقيقة من يتابع الوضع السياسي في اليمن يدرك أنه الرئيس العبد صالح كان قيادي عسكري وسياسي من الطراز الرفيع. اختلفت القيادة السياسية، اتفقت مع هذا الرجل لأنها مجتمعة تؤكد دائما في هذه السياسية أن الرجل كان يملك كاريزما خاصة، يملك حضور واسع، كان لا يضطهد معارضيه السياسيين إلى النهاية أو يفنيهم، لا بالعكس كان يحارب الأطراف السياسية المعارضة له، لكنه سرعان ما يتصالح معها، وبالتالي استطاع خلال 33 سنة أن يلعب على المتناقضات، أن يتصالح مع أطراف، أن يتعادى مع أطراف، أن يتساهل مع أطراف، أن يسير العملية السياسية مع أطراف أخرى، وبالتالي استمرت العملية السياسية وفق التوازنات محدودة أو متفاهمة هو أدرى بها. لكن خلال الماضي أو ربما خلال العقود الماضية أو حتى أطراف سياسية أخرى فشلت في عملية التوازن السياسية مع الخصوم، مع اللاعبين السياسيين، مع المناطق، مع الأحزاب، مع الكيانات السياسية. أنا يحدثني خلال السنة الماضية مسؤول عسكري من عدن قال لي هل تصدق أن العبد صالح كان لا ينام إلا حينما يجري أكثر من 20 اتصال بمسؤولين في المهرة، في سيئون، في سقطرة، في المخا، في نارب، في دمار، في الجوف، في عدن. تخيل حجم التواصل لرئيس الدولة، لا ينام إلا حينما يتصل على كل المسؤولين أو أغلب المسؤولين. هناك ديناميكية كبيرة كان يملكها الزعيم الراحل، منحته قدرة معرفة المناطق. أتذكر أنه يحكي لنا شيخ من أبيض معلاج صالح زار منطقة شقرة تقريبا في عام 1997، ثم جلس مع أحد المشايخ في المنطقة، ثم أخذ على عبد الصالح يشرح لشيخ المنطقة تفاصيل المنطقة، قبائل المنطقة، شخصيات المنطقة، أعيانها، قياداتها. حالة الإلمام هذه إلى حد كبير منحت على عبد الصالح أنه يدرك أو يفهم تفاصيل المجتمع اليمني، خصوصيات المجتمع اليمني، طرق التعامل مع منطقة عن منطقة أخرى. كل هذه الأشياء كانت إيجابية وداعمة في أنه يستمر في الحكم. كان يفهم خصوصية نارب أنها تختلف عن خصوصية مثلا تاز، خصوصية عدن أنها تختلف عن خصوصية صنعاء. طبعا الناس مختلفة ومزاجهم مختلف في كل منطقة. دعني أسأل الدكتور حمزة وقد عاد معنا، لا أدري هل سمعت سؤالي قبل قليل؟ ماشي سؤال حمزة، كنت من أشجع الخصوم في مخاصمتك سياسيا يعني، وصوتك كان من الأصوات العالية، وأيضا كنت من أشجع الخصوم أيضا في الحديث عن مرحلة سابقة رغم أنه كان لك تحفظات أو كان لك اليوم دعنا نتحدث بشيء من الصراحة. خرجتم على علي عبد الله صالح ولم تخرجوا على الحوثي، هل السبب أنه تسامح علي عبد الله صالح أم هناك أسباب أخرى؟ لا عزيزي، نحن خرجنا على الحوثي أول أسبوع. شوف أول أنه خرجنا، فأنا علي صالح كان رئيس دولة، رئيس الجمهورية اليمنية، هذه جماعة مارقة، عصابة لا تسقط إلا بالسلاح بالقوة، نقطة أول السطر.
هذا امر واضح ومنطقي. يعني صالح كان رئيس جمهوريه، تتفق تختلف، كان الناس يتظاهروا يا عزيزي عبد الولي ويخرجوا من المطار ويعودوا من المطار ويطلعوا وينزلوا ويعبروا عن رايهم، حتى اشد الخصوم الذي هم جماعه قطر الذين يشتمون ويسفهون ويقولون كل البذاءات، هم انفسهم يعلموا هذه الحقيقه. لكن جماعه قطر خلاص قدم خلاص مع الحوثي ومع مشروع الحوثي، منتهي امرهم. لكن انا اتكلم عن الحوثي عصابه بارقه، لا قادم من علي عبد الله صالح والحوثي، لا مجال للمقارنه بين اي دوله للجمهوريه اليمنيه على مر عصورها وبينها وبين الحوثي والامامه. هذه انظمه بائده خارج التاريخ، خارج العقل، خارج المنطق. علي عبد الصالح كان رئيس جمهوريه، كان رجل ملتزم بالتزاماته الدوله الوطنيه وملتزم بالتزاماته الدوليه، ملتزم بالتنميه، ملتزم بالعمل. هذه جماعه يا عزيزي يعني تسرق اموال المواطنين، تعتقد انها اموالها. هذه جماعه لم تشيد قصر واحد، هذه جماعه دمرت اليمن، ساوت اليمن بالارض ولا يهمها، وتقول لك اعلنوها حرب كبرى عالميه. لا مجال للمقارنه، لا لا لا، لا مجال للمقارنه ابدا، لا من قريب ولا من بعيد. والاكثر ما يحس في القلب وما يؤلم القلب ان هذه الجماعه المارقه المنحطه، جماعه الحوثي، هي من قتلت علي عبد الله صالح بهذه الطريقه الحقيره، وكانها سددت طعنه في قلوب كل اليمنيين، حتى من كانوا اشد الناس اختلافا مع صالح حزنوا وذرفوا الدموع حزنا عليه، لانهم قتلوا، لم يقتلوا علي عبد الله صالح كفرد، ولكنهم قتلوا رئيس الجمهوريه اليمنيه. أشكرك جزيل الشكر دكتور حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة على هذه المداخلة. أعود لك فتحي بن الأزرق الكاتب الصحفي البارز. ودعنا نعرج على الاستفتاءات الأمس، أمس يعني فتحي بن الأزرق سيطر على الفيسبوك و يعني استحوذ على اهتمامات الناس بالأمس. لو تحدثنا عن الاستفتاءات ويعني النتائج التي توصل إليها، وهل هي حقيقية؟ يعني هل يمكن القياس عليها؟ الاستفتاءات، بخصوص الاستفتاءات سأعطيك ملاحظة مهمة. للأسف الشديد الكثير من قواعد المؤتمر وقياداته ونشطائه في مناطق سيطرة الحوثي لا يستطيعون بسبب سياسة أمر الواقع أن يبلون بالكثير من الاستفتاءات أو يشاركون فيها أو يظهرون مواقفهم السياسية لكي لا يتعرضوا للقمع. بالتالي هناك حالة من التغييب بسبب الظروف السياسية كثير من قواعد المؤتمر. لكن أنا من خلال كتاباتي السياسية، يعني هذا هو سبب مثلاً إنه المؤتمر جاء في مرتبة ثالثة في الاستفتاءات؟ لا، هو المؤتمر جاء في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى هي الخيار الذي صوت له الناس، إنه الكيانة السياسية بشكلها الحالي لم تعد ملبية لطموحات الشارع. ثم جاء الإصلاح، ثم جاء المؤتمر، ثم جاء المجلس الانتقالي، ثم جاء الحراك، جاء الحوثيين في المرتبة الأخيرة. وربما هذا انعكاس حقيقي وواضح لحجم حضور الجماعة في اليمن. لكن ما أستطيع أن أقوله بشكل مجمل هو أن الناس على خلاف السنوات الماضية صاروا يتجهون نحو الصوت الوطني الذي يعبر عن اليمن بشكل عام، أو التيار السياسي الذي يمكن أن يتحدث بشكل عام بعيدا عن المؤتمر، بعيدا عن الإصلاح، بعيدا عن الانحراف، بعيدا عن الانتقالي، بعيدا عن الحوثي. الناس تبحث عن تيار سياسي وطني يمكن أن ينقض اليمن، يتحدث باسم اليمن بشكل عام، يخرج اليمن من أزمتها. لذلك أعتقد أنه أي تيار سياسي سيتحرك أو سيظهر وسيتحدث باسم اليمن بشكل عام سيجد حالة من استطاف الوطنية الكبرى خلفه. إذا نحن أمام حالة من عدم الثقة من قبل المواطن العادي بكافة الأطراف السياسية. لكن في الأخير هو يحن إلى شكل الدولة، حضور الدولة، ويتمنى أن يكون هناك كيان سياسي يعبر عن حقوقه السياسية. يعني من خلال المنشورات التي تكتبها والنقاشات التي تدور على أو تدور في صفحتك وفي هذه المنشورات، يعني تطلعات الناس اليوم وأولوياتهم، يعني كيف تحددها؟ الناس تبحث عن الدولة، تبحث عن حكومة، تبحث عن قيادة سياسية وطنية حقيقية تلبي طموحاتها، تستعيد الدولة حضورها، تستعيد مؤسسات الدولة، تستعيد الجيش حضوره، وأن تستعيد اليمن استقلاليتها، وأن يخرج كل الأطراف المتصارعة وتورية من البلد. هذه أهم مطالب الناس اليوم.
طيب رحب بالدكتور بالاستاذ عادل الاحمدي رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والاعلام، اهلا بك. حياك الله، اهلا وسهلا. اخيرا سمعنا صوتك يعني. نعم عادل، تواصلنا معك خلال الايام الماضيه كان لدينا مشكله في الصوت. طيب عادل، كتبت عن الزعيم عبد الله صالح ما له وما عليه. اليوم احنا في مناسبة نتحدث اليوم عن علاقته بالخصوم، وكيف يمكن الاستفادة من هكذا تجربة؟ طبعا انا ربما الناس تركزوا اليوم على المقال الذي اقتبسته من داخل كتاب القيوط المنفية اليمن و30 عاما من حكم علي عبد الله صالح. هذا الكتاب صادر منه طبعتها في العامين 2008 و2009، وهو الأمانة كان أعتقد محاولة حقيقية لدراسة سياسة علي عبد الله صالح، حيث أنه كان يظلم سواء من حيث أنصاره الذين لا يحاول يعني كانوا يسردون نوعا من الإنجازات وكأنهم ينسخون من داخل تقارير مركز الإحصاء الوطني، أو من قبل خصومه الذين يريدون أن يجردوه من كل مزاياه ويجعلون كل سياساته وبالا على الشعب. في هذا الكتاب أعتقد أنه الآن حتى حين أصدرته قلت أنه لن يقرأ هذا الكتاب إلا بعد رحيل صالح، وأعتقد أن الوقت صار مناسبا لكي يقرأ الناس هذا الكتاب سواء أنصاره أو خصومه. هذا جانب. الجانب الذي سألتني عنه الآن في تعامل صالح مع خصومه، هذه طبعا إحدى مزاياه، حيث أنه كان يتواصل مع الخصوم إلى بيوتهم، يتلمس حتى احتياجاتهم، إذا كان أحيانا حتى يتواصل مع زوجاتهم، ماذا تحتاجون، كيف تعيشون، إذا كان الرجل مثلا المعارض لا يستطيع أن يبوح باحتياجاته الشخصية، يقوم علي عبد الله صالح بالاتصال بزوجته. هناك قصص كثيرة في هذا الجانب يذكرها خصومه، وبالطريقة هذه كسب الكثير من اليمنيين. ونجد أن المحطات هناك قصص عديدة كيف تم احتوائه للجبهة لمعارضه من أيام الجبهة، وكيف تم بعد ذلك تأسيس المؤتمر الشعبي العام من جميع الفئات. الرجل هذا كان في هذا الجانب ممتازا جدا في بالذات في يعني في الفترات التي سبقت. طيب. انا اريد افهم منك نقطه، انت كتبت عادل. نعم. تسمعني عادل؟ افهم. نعم. منك بس نقطه، انت كتبت في مقال تقول انه سعى الرئيس علي عبد الله صالح الى تقويه عنفوان الشعب على حساب عنفوان الحكم، ما الذي قصدته؟ هذه نقطه هامه جدا، هذه نقطه هامه، وهو أن مؤسسة علي عبد الله صالح الحاكمة لم تكن مؤسسة قمعية، لم تحاول أن تفرض عنفوان الحكم على حساب أو عنفوان مؤسسة الحكم على حساب عنفوان الشعب، كان يريد أن يقوي في هذا الشعب حريته وخياراته المستقلة، بحيث أنه لا يخدعه بعد ذلك دجال أو مستبد أو غاز. وبالتالي اعتقد ان هذه كانت ميزه كبيره للرئيس عبد الله صالح، اتت اكلها للاسف في العام 2011، حيث ان الناس خرجوا بكل حريه وبكل شجاعه منادين برحيله. يعني هذه نقول انه هذه للاسف استنفد الشعب طاقه الحريه في تلك في ذلك العام والعام الذي يليه، وكان يتربص الإماميون، يعرفون ان واخذوا بعد ذلك اللقمه جاهزه بعد ان اصيب الكثير من الجماهير التي عارضت على عبد الله صالح في 2011، أصيبوا بالإنهاك والتعب ولم يجدوا، وكذلك حتى أصيبوا بالإحباط في حكومة ما بعد على عبد الله صالح. نعم، لا يفوتني، فقدنا فتحي بالأزرق، لا يفوتني أن أوجه له الشكر من الأصوات الشجاعة والمنصفة دائما، يعني شكرا على فتحي على مداخلتك. طيب عادل، يعني عودة الناس إلى طموحات بسيطة، الشعور بالأمان، عودة الدولة، المرتب، الأشياء الأولويات في عمل الدولة، لماذا كان البعض يستكثر على علي عبد الله صالح أنه يقوم بواجبات الدولة، واليوم يتمنون أبسط هذه نعم. طبعا أنا أقسم الناس الآن في هذا الجانب إلى نوعين، الناس الذين يعيشون داخل الوطن والذين وجدوا الفارق كبيرا بين أيام
علي عبد الله صالح على رغم المآخذ التي كنا يعني كنا مثلا ايش كان هناك تعليم وكنا نريد تعليم افضل، كان صحيح. هناك صحه ونريد صحه افضل، يعني كنا كان هناك راتب ويريد راتب افضل صحيح. هناك نوع اقول لك انتظرني قليلا، هناك نوع من الناس الان الذي يعيشون داخل الوطن يقارنون بين تلك الفتره السابقه وبين ما يعيشونه حاليا. النوع الثاني هو الذي يقارن اليمن وهو يسكن خارج البلاد. كثيرين من ينتقدوا عهد علي عبد الله صالح وسنواته هم من الأشخاص الذين يعيشون منذ فترة خارج أرض الوطن، وبالتالي يقارنون اليمن بدول عظمى كأمريكا كبريطانيا كألمانيا كاليابان كماليزيا، وبالتالي هؤلاء الآن هنا الفارق. يعني كنت أريد أن أقول لأحدهم أمس أنه قال ماذا فعلني علي عبد الله صالح، كنت أقول له لو كنت في الداخل لو كنت تعيش داخل اليمن لكنت عرفت الفارق، لم توضع حجر أساس واحدة منذ أن ذهب علي عبد الله صالح من الحكم. يجب أن إلا ما دمر دمرت ولا يزال الشعب يعني يعيش كثير من خيرات ذلك العهد، رغم ما قلت لك أنني يعني لا أتجاهل أبدا كافة المآخذ التي الطبيعية التي نأخذها على ذلك العهد، لكنه كان عهدا جمهوريا بذل فيه الرئيس اليمني في ذلك الوقت جل ما يستطيعه، وكان المتبقي هو على النخب سواء المحيطة حوله أو المعارضة له كان عليها أن أتذكر عادل أتذكر في هذا السياق نعم. أتذكر في هذا السياق أنه كنا عند الأستاذ عبد القادر باجمال رئيس الوزراء وكان أمين عام المؤتمر الشعبي العام، قال تفاجأت بأحد وزراء المؤتمر لا أريد أن نسميه، قال أتاني بملف إلى البيت ويقول يشتكي صحيفة الميثاق النطقة باسم المؤتمر الشعبي العام وهي تهاجم حكومة المؤتمر ووزارات محسوبة على المؤتمر ويطالبه يعني يقول له يعني ماذا أبقت لي المعارضة، لكن كان هناك تعامل مسؤول يعني أجابه باجمال قال إن كان الصحيفة افترت عليكم ارفع ضدها قضية، قال كيف نرفع وإحنا مؤتمرين وهي، قال هذا هذا هذه دولة أنا أحملكم كمؤتمريين يا أستاذ نعم أحملكم كمؤتمريين. هناك قصص مهمة جدا، طبعا الحوثيون الآن بعد قيامهم بالجريمة التاريخية في اغتيال زعيم اليمن، الزعيم الذي حمل اسم اليمن ومثل اسم اليمن في جميع أنحاء العالم لمدة 33 سنة علي عبد الله صالح، يريدون الآن هم أكثر الحريصين على تشويه صورة علي عبد الله صالح حتى يخففوا من وطأة جريمتهم التي ارتكبوها في حق هذا الرجل. صحيح. فمهم جدا أن يتم استعادة الأرشيف الذي سيطروا عليه، مهم جدا تدوين مثل هذه القصص وغيرها، مهم جدا ليس لأجل علي عبد الله صالح فقط بل لأجل الحقيقة لأجل التاريخ لأجل الأجيال القادمة. رحمة الله تغشاه، و يعني أعتقد أنه أيضا هذه مسؤولية الجميع، كل لديه جزء من القصة، كل لديه جزء من الحكاية. علي عبد الله صالح كان موجود في كل بيت في كل قرية في كل مديرية في كل محافظة في وجدان الناس كلهم، حتى من اختلفوا معه ومن اتفقوا معه كانوا يحتفظون له بشيء من الذكرى، ربما هم اليوم يفتقدونه أكثر يعني في طيب. والله إنني يعني عرفت أشخاصا وقفوا ضده طيلة فترة حكمه وبكوا عليه يوم رحيله، يعلم الله. صحيح. طيب برأيك لماذا يعني لماذا هذه المفارقة؟ نعرف ناس أيضا كانوا يشتموا فيه طول السنة وعندما تأتي الانتخابات يذهبوا للانتخابة، لماذا؟ أقول لك يعني نعم لا لا بديل. نعم صراحة أولا لأن هناك أعتقد وعي جمعي يمني كان يدرك أنه يدرك مثلا المسافة بين الطموحات وبين الواقع، بين الحد الأدنى من مما نريده وبين مثلا عواقب التغيير غير المحسوب. وبالتالي أنا كذكرت في كتاب الخيوط المنسية أن مشكلتنا كيمنيين تتمثل في أننا أحيانا نفقد القدرة على استشعار هل نحن نعيش في وضع نبني عليه أم نهدمه.
هل نعيش في نعمة أم لا؟ فلهذا هذه النقطة في سورة سبأ ذكرها الله عز وجل، فكفروا بأنعم الله. كانت مشكلتنا في مأرب في جنتين عن يمين وشمال، أننا وصلنا إلى وضع لم نعرف فيها أننا كنا نعيش في نعمة. الآن فدفعنا ثمن ذلك، ومثل ما كان في تمزقت وتفرقت أيدي سبأ بالأمس وذهبت وأبدلنا الله بجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، كذلك حدث لنا في الوقت المعاصر، ونريد أن نستوعب الدرس بطريقة تخفف علينا المكابرة. هل المكابرة كانت سيدة الموقف في علاقة المعارضة؟ المكابرة كانت سيدة الموقف سواء من قبل الحكومة المعارضة أو من قبل علي عبد الله صالح رحمه الله. المكابرة هي من قادت إلى هذا كله في الأخير. طيب. أعطينا بعض وجهة نظرك في هذا الموضوع. نعم. كيف؟ من بدأ بالمكابرة وكيف؟ والله أعتقد أن للأسف أخذنا يعني هناك كان استغلال في العملية الديمقراطية بطريقة تسعى لسلب الرجل الذي رسخ الديمقراطية سلبه رصيده المعنوي، وبالتالي كان هنا خطورة شديدة جدا. هذا أولا، الكل يتحمل المسؤولية بما في ذلك علي عبد الله صالح، خذها مني هذه أنا أقولها للتاريخ. المكابرة كانت من الطرفين، ولكن بحكم أن الرئيس كان على مؤسسات الدولة وكان هو الحاكم، وكان هناك أيضا حلول وطرق كان يمكن بها تفادي خطر مثل هذه المكابرة. هذا أنا أتحدث أيام حكمه، أما بعد حكمه فأنا أجعل طيب. مبادرة الرئيس التي أعلنها في 10 مارس 2011 ألم تكن كافية وكفيلة؟ نعم، ذكرت في مقالي هذا، قلت أن خصوم على عبد الله صالح أرادوا أن يحرموه فضيلة أن يخرج بتداول سلمي للسلطة بدون سلبه رصيده المعنوي، أرادوا ألا يعطوه هذا النصر. فأعتقد أنه كان بالإمكان عليهم أن يصلوا إلى عبد الله صالح إلى تسوية تجعله مثلا يحقق تداولا سلمي للسلطة بدون يعني ما وهذا ما حرص عليه في المبادرة الخليجية الوطني في 2011 وبدون ما حدث بعد 2011 وبدون أيضا حالة الشتم والمقلع الذي توجه باتجاهه أو حتى صدت به الآلة التابعة له بشكل مماثل. صراحة هذا للأسف ينم عن لؤم سياسي يفترض أن نحن إيش نكشف عنه الغطاء، وهذا ما فعلته أعتقد في أنت كنت صريح وشجاع في طرحك. يعني إحنا لا نريد اليوم أن ننصف طرف على طرف أو شيء، لكن فقط نقف أمام مشاهد عشناها جميعا. اليوم البعض لا يزال يكابر، لم يكتفي بما حصل، من الذي خسر اليوم؟ يعني علي عبد الله صالح رجل وصل إلى 80 واختار النهاية واختار الشهادة مقاتلا واقفا شامخا. كان بإمكانه أنه يهرب، كان بإمكانه أنه يختار المكان الذي سينهي حياته فيه وبالطريقة التي يريدها، لكنه فضل أن يقف مع الشعب في محنته. وفي الأخير يعني حاول، عندما هرب الرئيس وهربت الحكومة وهرب الجميع، كان لابد من التعامل مع أمر واقع. هذا ما لا يريد أن يفهمه البعض. يعني لا أعرف، وأنه التعامل مع الأمر الواقع كانت بنية الانقلاب عليه وليس بنية تمكينه. نعم. ماذا قصدت؟ أقصد حتى التعامل مثلا في مع الحوثيين بعد وصولهم إلى 2014. كان معروفا لدى كل من يراقب من خارج المؤتمر الشعبي العام ولدى أعضاء المؤتمر الشعبي العام أنه ليس بهدف تمكين الحوثي، إنما بهدف يعني كان على الأقل الوصول إلى صيغة أنه نحافظ على شكل الدولة في أبسط صورة. نعم. نحافظ على الراتب، نحافظ على القانون، الدستور، المحاكم، كذا، يعني على الأقل شكل من أشكال الدولة في أبسط صورها. هذا ما حرص عليه الزعيم عبد الله صالح. ربما الجميع اليوم يعرف ما الفرق في حياته وبعد
استشهاد. نعم. يعني انهارت كل هذه التحفظات التي كان يضعها أمام الحوثيين وبشكل صلب جدا. الحوثيين الآن يعينون من يريدون، القوانين لا يحتاجون إلى قوانين، يضعون لائحة بدلا عن القانون، يفرضون الرسوم والإتاوات كما يريدون على من يريدون، ويصفون حساباتهم بالشكل الذي يريدون. طيب أختم معك. أنا أختم، دعني فقط أختم مداخلتي معك بكلمة مهمة أوجهها لكل أنصار ومحبي علي عبد الله صالح. يجب أن لا يهز قناعتكم وحبكم بعلي عبد الله صالح أي إعلام موجه في هذا الجانب. الرجل كان تجربة لزعيم حميري يمني بذل أقصى ما يستطيعه وضرب نماذج غير عادية في كل الاتجاهات. كل يوم وأنا مثلا كباحث مستقل أكتشف قصة تستحق التدوين عن هذا الرئيس الذي ذهابا مشرفا، ولكن هناك من يريد تشويه سيرته ومن أجل أن يقول أن الجريمة التي ارتكبها في حقه كانت وكأنها لصالح الشعب اليمني، بينما كانت جريمة يعني في حق اليمن ككل وفي حق رمز من رموز اليمن. لقد قتلوا كل مواطن يمني بقتل علي عبد الله صالح باعتبار أن هذا الرمز كان رمزا لليمن، سواء أنصاره أو معارضيه. هذا الرجل حمل اسم اليمن، وأي شعب عنده نخوة عليه أبدا أن لا يرضى أبدا أن تمس شخصية هذا الرجل. أشكرك جزيل الشكر عادل الأحمدي، رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام، على هذه المشاركة وعلى هذا الطرح الضافي الذي قدمته اليوم. عادل طبعا من أهم الباحثين اليمنيين المستقلين والعميقين في طرحهم كتاب الزهر والحجر، ولديه كثير من المؤلفات شخص فيها هذه الجماعة أو هذه الميليشيا منذ وقت مبكر. مشاهدينا الكرام، بالأمس تم إعادة طائرة من الأجواء بسبب عدم اهتمام الخطوط الجوية اليمنية أو الحكومة الشرعية ببعض الإجراءات المتعلقة بالطيران وإلى آخر ذلك، ونقل المسافرين. 171 مسافر عاشوا ليلة عصيبة بسبب الإهمال وبسبب عدم الالتفات إلى معاناتهم. هم مجموعة من العالقين الذين ظلوا خارج البلد قسريا بسبب ظروف وباء كورونا. تعرفون، نتمنى من الجميع أنه يتحمل مسؤوليته، لأن الناس يعني ما عاد يتحملوا أكثر منها. أبسط شيء أنه إجراءات التزموا بها. يعني مش معقول طائرة تعود من الأجواء بسبب أنه لم يرسل كشف أو يعني على الأقل ضعوا اعتبار لهؤلاء الناس، لا تذلوا اليمنيين. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء.